السلام عليكم ورحمة الله. هل فكرت يوما ما إذا قمت بزراعة بيضة في الأرض في التربة، ما الذي سيحدث لها؟ هل ستفقس مثلا؟ هل ستنمو منها شجرة يعني فيها أثمار عبارة عن دجاج؟ في هذا الفيديو سوف نحاول أن أعطيكم بعض الأسمدة البديلة لتلك الأسمدة التي هي كيماوية يتم استخدامها وبيعها وشراؤها في الأسواق. في هذا الفيديو سوف تتعرفون ما الذي سيحدث لو زرعنا بيضة في التربة. ابقوا معي. تعتبر التربة الجيدة كل شيء بالنسبة للبستاني الذي يريد زراعة نباتات صحية وجيدة. وبالرغم من وجود العديد من المواد الكيماوية والمبيدات، مبيدات الحشرات وغيرها، إلا أنها توجد العديد من العناصر التي يمكنك إيجادها حتى في البيت ويمكنك استخدامها، وهي بسيطة ولا يمكنك حتى شراؤها. تمد التربة بالعناصر الغذائية الملائمة لإنبات أي نوع من النبات، حتى أنها يمكنها أن تحافظ على صلاحية التربة لزراعة أي شيء إن شاء الله. فهل تمتلك الفضول لمعرفة ذلك؟ في هذا الفيديو سأعطيك 6 طرق بسيطة وسهلة لجعل أي نوع من التربة غنية بالمواد الغذائية يمكن أن تزرع فيها أي شيء بالاستغناء عن أي مبيدات كيماوية للحشرات وغيرها أو أي نوع آخر من الأسمدة. وبعد ذلك لن تحتاج إلى شراء أيا من تلك الأسمدة غالية الثمن. لذلك لنبدأ الآن العد التنازلي. والمرتبة الأولى البيض. يعتبر البيض الني أكثر طعم مكون من أهم العناصر الغذائية، فإن كنت ترغب في الحصول على نبات ناجح ومزدهر فيمكنك ذلك عن طريق زراعة بيض الني في تربتك. يمكنك إعداد وعائك الخاص من طين التربة، وفي أسفله ضع بيضة واحدة نيئة، ومع مرور الوقت فإن البيضة تتحلل وتعمل كسماد طبيعي للبذور. يمكنك أيضا استخدام قشرة البيض المسحوق التي تعطي نتيجة جيدة كاستخدام البيضة بأكملها، لأن قشر البيض يحتوي على الكالسيوم والنيتروجين وحامض الفوسفوريك، مما يجعله خيارا مثاليا للاستخدام الزراعي. إذا في المرة القادمة عند قيامك بسلق أو قلي البيض، لا تقم أبدا برمي قشر البيض، ولكن قم بإعادة تدويره بزراعة بذور النباتات. فعندما تكون البذور صالحة للزراعة، ضع القشرة والبذور مباشرة في الأرض وسوف يتحلل قشر البيض مع مرور الوقت ويساعد على تسميد التربة. في المرتبة الثانية قشور الموز. يحتوي الموز على الكثير من العناصر الغذائية كالبوتاسيوم والفوسفور والكبريت والمغنيسيوم والصوديوم. كل هذه العناصر يمكن أن تساعد في تعزيز النمو الصحي لكل أنواع النباتات. وأفضل طريقة لاستخدام قشور الموز على نحو فعال هو عن طريق تقطيع قشور الموز إلى قطع صغيرة، بحيث يمكن أن تتحلل بشكل أسرع، لأن هذا سيؤدي إلى إنتاج المواد العضوية التي تساعد في الحصول على تربة خصبة. في المرتبة الثالثة وقد تستغرب الرماد. إن كنت تمتلك موقدا في منزلك فإنك سوف تفضل هذه الطريقة المجانية لرفع القوة الهيدروجينية للتربة، فيمكنك ببساطة شديدة بعثرة الرماد على التربة كوسيلة لخفض مستويات الحموضة فيها. هذا سيجعل من السهل زراعة محصول طازج. في المرتبة الرابعة أوراق الأشجار. إن كنت تريد رفع مستوى رطوبة التربة وصلاحيتها للزراعة لتجهيز للموسم الزراعي القادم، كل ما عليك فعله هو ترك أوراق الأشجار تجف فوق التربة خلال فصل الشتاء، لأن هذه الأوراق ستعمل على إعادة المواد العضوية الثانية إلى أسفل التربة، مما يجعلها أكثر خصوبة. في المرتبة الخامسة ملح إبسول أو الملح الإنجليزي. تعتبر أملاح إبسول عناصر أملاح جيدة للتربة، فإن انخفاض مستوى العدس الهيدروجيني يكون دلالة ومؤشرا على عدم توازن المغنيسيوم. ولتعزيز مستويات العدس الهيدروجيني في التربة، قم بمزج ملح إبسول في الماء، وبعد ذلك قم برشه على النباتات، وستقوم النباتات بامتصاص المواد الغذائية الناتجة منه. في المرتبة السادسة استعمال السماد العضوي بانتظام. بالرغم من استخدام قطع وأجزاء مختلفة من المواد الطبيعية، يمكن أن يكون مفيدا
إلا أن الجمع بين العدد من أنواع السماد قد يكون جيدا ومفيدا للغاية للتربة، ويساهم في خصوبة التربة بشكل أسرع. وهناك عدة فوائد لاستخدام السماد الطبيعي بانتظام، لأنه يعمل على تحسين بنية التربة عند استخدام كميات من المياه أقل، ويمنع أيضا من انتشار الأمراض النباتية الشائعة. وتستفيد التربة من تلك الطبقات الناتجة عن هذه المواد الغذائية، وخاصة قبل موسم النمو. الآن إذا أعجبك هذا الفيديو واستفدت منه اضغط على زر لايك، وإذا كانت هذه أول مرة تزور فيها قناتنا فاشترك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. كما يسعدني أيضا التواصل معكم في التعليقات، فاترك لي التعليق أسفل الفيديو وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. وإن أردت أن تشاهد أي من فيديوهاتنا السابقة يمكنك أن تضغط على أي منها تظهر هنا في الشاشة، وكذلك ادخل إلى القناة من الرابط أسفله، ويمكنك أن تجد العديد من الفيديوهات وسلسلات وقوائم التشغيل والبرامج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.